ودراسة حديثة لجامعة بريستول البريطانية بالتعاون مع باحثين في الصين تكشف عن فعالية الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الصينية حديثاً للحد من استخدام الأطفال للأجهزة اللوحية أو الآيباد في المنزل أو في المدرسة. هذه الإجراءات ياسمين تضمنت قيود على شركات الألعاب الإلكترونية بالإضافة إلى تقليص واجبات المدرسة والدروس الخصوصية لتقليل وقت الأطفال على الإنترنت وتشجيعهم على القيام بأنشطة حركية. الباحثون قاموا بتحليل بيانات أكثر من 7000 طالب في المدارس الابتدائية والثانوية في الصين قبل وبعد تطبيق الإجراءات، ليعلنوا انخفاض معدل الوقت اليومي للإنترنت بنسبة 13%، ما يعني قضاء الأطفال أقل من 40 دقيقة يومياً بالجلوس في وضع ثابت.